دكتور جورج إسحاق النهاردة عزازي علي عزازي، ماذا تقول؟ صديق عزيز وفقدناه، وإحنا عاملين نستنزف من المناضلين، وزي ما قالت مدام سوسن أن المناضلون لا يموتون، فعزازي فكرة والفكرة لا يمكن هتموت. أنا طبعا كنت بتفائل جدا بابتسامته الجميلة دي، الصورة بتعبر عنها تعبير واضح جدا. هنفضل متفائلين كل ما احنا شايفين صورة عزازي هو بيبتسم.